الفرق ما بين هذا وهذا غير المده. هذا مثلا ما فيش في الاسابيع الاولى ديال مثلا الجنين ديالو، الاخر حتى فات واحد 90 يوم. دونك لا ديفيرونس هو لاش. هذا الدور ديالو، الدور ديالو هو الموازنه. مثلا اي حاجه عندنا طالعه في الدار، اي حاجه هابطه يطلعها. مثلا لا طونسيون، مثلا لي زهرمون عند النساء كيعانيو هاد المشاكل ديال الهرمونات مثلا. دونك هذا الدور ديالو هو الموازنه. دابا هذا هو الريجي، هذا باش نعطيكم واحد النبذه. عندنا هذا سبيروني اللي شفتو قبيله واحد الفيديو ديالو، هذه كتسمى مثلا المنظمه العالميه للصحه بالسوبر فود، لان غير فاش تقلوا لها فيتامينات هي رقم واحد في الفيتامينات. نهضروا على لي بروتين هي رقم واحد، الاحماض الامينيه كذلك، بالاضافه الى فيها مضادات الاكسده. وكنعرفوا حاليا يعني امراض السرطان يعني كتجي من هذا الشيء، يعني قلل يعني ما كناكلوش المواد اللي فيها مضادات الاكسده، هذا الشيء كان تصاب الناس بالعديد من الامراض. دونك هضرنا على الريشي، لا سبيروني عمرو معايا مزيان على هذه المعلومات. هذا عصير الاورينزي، عصير الاورينزي الفائده ديالو فيه ديزونزيم وفيه الياف، تيقوم على مساعده ديال الهضم. يعني اي اكل كان ناكلوه ما كيتمش التاثير ديالو، يعني كيساعدنا على الهضم باش الماكلات نستافدو بها بواحد الشكل جديد. دونك الدكتور اللي بدا هو مؤسس هذه الشركه هذه عطانا المثلث الذهبي. دونك انا ذكرت لكم واحد ثلاثه ديال لي برودوي، الريشي لاسبيروني والمورينزي. اذا فاش غنهضر على المثلث الذهبي نبغيكم تفكروا اوتوماتيكمون هاد ثلاثه المنتجات، الريشي سبيروني المورينزي. مزيان. دابا غنسولكم واحد السؤال، قلنا التغذيه هي سبب ديال مرض الانسان، نبغيو نعرفوا كيفاش كتاثر هاد الماكله سلبا على الصحه ديالنا وكيفاش كنمرضوا، علاش الانسان ما كيستافدش منها، يعني علاش كتأذي. الله سبحانه وتعالى ميز جسم الانسان بواحد الصفه الا وهي التشافي الذاتي. فاش كنهضروا على التشافي الذاتي، الجسم كيشافي راسو براسو، هذه لا شك فيها، اذا كنشرحوا كنبراو الى غير ذلك. ومن ضمن هذه الصفات اللي قلنا هو التشافي الذاتي، لان الجسم الانسان الدم ديالو كيتميز بواحد التركيز، التركيز كيتراوح ما بين صفر الى 14، يعني التركيز ديال البي اش جو سي با واش نقدر نلقى كيفاش نكتبها، مي بون عندنا من صفر حتى 14 هو البي اش ديال جسم الانسان. مثلا فاش كناخذوا مواد حمضي من صفر حتى 7 حمضي ومن 7 لفوق قاعدي، الانسان فاش كياكل شي حاجه اللي هي حمضيه مثلا كنكثروا من اللحم ولا الحليب ولا غير ذلك، او لا الماكله ديال السمك هذه الوجبات السريعه، لان كلها او المقليات راه ماكله حمضيه كتاثر سلبا على صحه الانسان. باش نشوفوا هادشي كيفاش نشرحوا مزيان كيفاش كتبان التاثير ديالها على الجسم، فاش كنكثروا من الماكله اللي هي حمضيه دونك التركيز ديال الدم الانسان يعني الحم ديالو كترتفع، وباش ما ارتفعت كتولي واحد المكان مناسب لتكاثر الجراثيم الى غير ذلك من الفيروسات. اضافه الى هذا، الجسم بطبيعته كيدير التشافي الذاتي، انا ذاك شنو غيدير؟ مادام التركيز الا وهابط خصو يوازن، خصو يطلع، لان حنا بطبيعه الدم ديالنا خصو يكون قاعدي. دونك هنا الجسم الانسان غيطلع لينا البي اش غيطلعها، وباش باش يدير هذه العمليه باش يطلع البي اش اش خصو يدير؟ غادي يخصو مواد غذائيه مثلا كالسيوم، مغنيسيوم، حديد، بروتينات، فيتامينات الى غير ذلك. يعني خصونا مواد غذائيه، ولكن حنا كنعطوه غير مواد حمضيه، ما كيلقاش ما كنجيبوش واحد المصدر غذائي اللي فيه هاد المعادن اللي كيخصونا. كناكلوش مثلا البان كومبليكي مثلا نقولوا الخضروات اللي هي طبيعيه، واخا كناكلو الخضروات راه كنعرفو راه مسقيه بالبخار والاسمده راه ماهاش بيوت كما تنقولو. هنا الجسم قلنا خصو يدير التشافي الذاتي، اش غيدير؟ غيقلب على هاد المعادن وهاد البروتينات وهادشي اللي غيخصو باش يطلع البي اش، غيقلب ما غيبقاش. حنا مكنبدلوش داكشي الجسم ديالنا داكشي اللي خصنا. نعطيو مثلا غيخصو الكالسيوم، غيقلب عليه ما غيجيب الكالسيوم، ما غيجيب لينا الكالسيوم، دونك غيجيبو من العظام. وكل مرة كناكلو ماكلة حمضية ديما 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 باش غنتصابو
هذا حنا عطينا غير مثال ديال الكالسيوم، حنا اللي خصونا بزاف ديال المواد الغذائيه الى غير ذلك. من زياده اخرى الكلب حتى هو كيتف الارهاق ديالو، علاش ولينا كنشوفوا هذا التفشي ديال المرض ديال القصور القيلوي صفه كبيره. زياده على الامراض ديال السرطان حتى هي ولات واحد خطر، واحد السرعه اللي هي مهويه كثيره اللي حنا غافلين عليها الى يومنا هذا مازال. دونك هنا كيتاثر الجسم ديالنا حيت ما كنبدلوش العناصر الغذائيه اللي كتخصو، كنخليوك في ارهاق وكتحس الانسان. اي واحد تهضر معاه دابا تلقاه النهار كامل مريح، علاش حيت هضر معاه يقول لك والله الا عيان وانت مريض ومالو مسكين هو راه كان مريح هو كيدير والو ليه راه شي ما يقول ندكدك وما كان كيدير حتى حاجه. واش كاين هادي ولا لا؟ متفقين معايا؟ هذا باش نعرفوا الجسم ديالنا شبعان سومات شبعان سموم. هذه هي العلامه الاولى فاش كتلقى داك ديال 13 عام 19 عام كيقول لك دكدك. واش يعني هذا؟ تا هو راه مسكين. دونك هنا فهمنا كيفاش كيتاثر الجسم ديال الانسان بسوء التغذيه. الو هنا الحل شنو هو؟ الحل هنا هو باش نعطيو المثلث الذهبي. وفاش هضرنا على المثلث الذهبي راه هما ثلاثه ديال لي بخود الريشي ولا سبيرولين وعصير المورينز. فاش كنهضرو على الريشي، الريشي بصفة عامة هضرنا في الأول على جوج منتجات إيرتو الشعير، أبو كيطلعو المناعة وكيجددو الخلايا ديال جسم الإنسان. هو الدور ديالو هو هذا الرئيسي ديال الريشي، هو تجديد الخلايا يعني طرد السموم، كيخرج السموم اللي في جسم الإنسان وكيجدد الخلايا وكيعطي ديال إعادة البناء ديالها. هادو أهم دور اللي عندي عند الريشي. دونك والريشي زيادة على هادشي فيه أكثر من 400 عنصر غذائي. الو فاش نهضرو على 400 عنصر غذائي راه فيه خير وخير. تقول لي راه بركة ياك ولا لا؟ نقولو بركة. واش كان فيه شي ولا ما كانش؟ 400 فيه الخير. وفاش كنزيدو ناخدو لا سبيرولي فيه 300 عنصر غذائي. وغادي نقول لي هو الدكتور لي علاش دار لينا السبيرولينا والريشي هذاك فيه 400 وهذيك 300 يعني 700. بركة علينا غير 300 راه فيها الخير والبركة ياك ولا لا؟ ولا راه هذيك 300 عنصر غذائي اللي في لاسبيرولي ما كايناش في الريشي. دونك هاد 400 بوحدها وهذيك 300 بوحدها، وفاش كناخذهم مثلا بجوج راه كيوليو 700 عنصر غذائي كناخذهم. يعني باش الجسم غير يدير التشافي الذاتي ديالو كما هضرنا على هذاك الاوتوماتيكي ما غيبقاش يقلب على المعادن والبروتينات وهادشي اللي غتخصو. دونك كنعطيوها ليه هو كيدير ديك الساعات على هذاك، يعني عنده لي مويان باش يطلع على البي اش. هنا كيبقى البي اش ديالنا ديما متعالي ديما قاعد. هنا كنوليو ما كنخليوش يكون حمض باش يكون البيئه الملائمه للنشاط جراثيم وفيروسات الى غير ذلك. بقى لينا المورينزي، علاش زاد لينا المورينزي؟ دونك هنا كاين 700 عنصر غذائي راه فيه كفايه او لا؟ دونك الدكتور لي ما زادش لينا عبثا عصير المورينزي، لأن جسم الإنسان فاش غادي نستعمل هادو ما كنعرفوش واش غي يستغلهم 100% أو لا. ألوغ فاش كنزيدو عصير المورينزي مع هادو بجوج كيتم الامتصاص ديالهم بواحد الصورة كبيرة. فاش نقولو الامتصاص ديالهم يعني جسم الإنسان راه استغل منهم ويمكن استغل منهم، هذاك هو الأوبجيكتيف ديالنا. دونك هنا مزيان تفهمنا على هذا المثلث الذهبي والدور ديالو كيفاش يرفع قيمة البي اش. نعطيكم مثال، غادي نسولكم واحد السؤال وكنظن بلي معظم النساء غيكونوا عارفينو أكثر. النساء مثلا فاش المرأة فاش كتكون حاملة وولدات فاش كتمر؟ غالبا نعم لا من غير هادشي كاين، ولكن واحد اللي متصدر القائمة هو فقر الدم. برافو عليك، فقر الدم كيتصابو النساء بفقر الدم. كتمشي شي عند الطبيب ياك ولا لا؟ اش كيعطي الطبيب؟ فاش كنعرفو فقر الدم كما قال الأخ كنشكرو هو نقص الحديد، كيعطي الحديد. واش كتبرى البر ملي كتاخد الحديد ولا لا؟ نعم
خلاص صبرت حتى ما صبرتش ولا طول فيها فقط دابا شنو تيوقع لها حاد وكي علاش كيأتي ليكوميا سرطان الدم سرطان الدم اه دونك علاش هذا الطبيب عطاها الحديد هي خاصة كاين حديد فعطاها داك هاد المادة اللي هي اللي خاصها وما تشافتش علاش كاين اللي يقدر يجاوبني هنا علاش جيد وهذا السؤال الجواب علاش علاش الجسم ديالو امتصاص دونك علاش علاش ما تمشي امتصاص دونك كاين شي حاجه كتحبس الجسم باش ما يتمش الامتصاص ديال هذه الماده اللي حنا خاصنا وكيقول الجسم هو حاجه ليه دونك كيقلل عليه من بلاصه اخرى دونك كاين شي حاجه كتحبس اشنو اللي تيحبس هو السموم والمعادن الثقيله اللي كاينه في جسم الانسان هي اللي كتحول امتصاص المعادن يعني حنا اذا كنا كنمدو الجسم ديالنا مثلا خضروات يعني كنعوضو داكشي اللي يعني كناكل مثلا طبيعي كناخد خضروات كناخد فواكه ولكن الجسم ديالنا ما كيستافدش دونك ملي كيستافد هنا كاينه سموم كتحول يعني الانسان ها هو بالضبط غديتو كياكل مزيان ولكن في نفس الوقت راه ما كي يعني بحال ما كيدير والو كما تنقول كيف بحال هاد العيالات مثلا كتاكل هي الحليب وكبرك كتعاني مسكينه وكتقول لك راه مشيت عند الطبيب ومشيت عند هذا ومشيت عند هذا هو عطاها اللي خصها ولكن ما عطاهاش اللي غيخرج ليها السموم هنا هذاك الشيء شنو نشوفوا حنا على المثلث الذهبي فيه تقريبا 700 عنصر غذائي والريشي راه كي طارد السموم ومجدد الخلايا ورافع المناعه ديال جسم الانسان دونك هنا المثلث فيه كل شيء كما تنقولوا كيعطاك كاع داكشي يعني جميع الجوانب المثلث كما تنقولوا كيسد كاع جميع المشاكل دونك هنا تفهمنا كيفاش كتسوء التغذيه ديالنا وكيفاش كيمرض الانسان وكيفاش كيتصاب يعني بامراض كثيره ونزيد لكم واحد المعلومه انا قبل ما ندخل الشركه يعني قبل ما نتسجل معاها قبل ما نكون كنعرف اي حاجه على باقي ما كنعرف حتى شي حاجه المهم جاء الصديق ديالي عصام شرح لي الفكره قال لي راه كاينين منتجات عند الشركه مزيانه واللي بغى يدير بيزنس فيها غادي يمشي لقدام وينجح في المشروع ديالو بقيت ندخل للانترنت كنقلب هنا هنا كاين كاين شي بحال الخيال ديالي ما كاينش شي بزاف اول المنتج اللي كيقولوا كتشافي بالسرطان كدير كدير واخا شي غير كذوب انا صراحه نقول لكم بحال ما شفت قلت لي واقيلا شي غير كذوب قلت لي قبل ما ندخل لهذا الشيء انا خصني نجيب نستعمل انا راسي وفعلا دوز لي كومون باقي ما كاينش اللي تيعرف الشركه هنا في المغرب نهائيا بحيث نقلبنا صافي يعني باش تجيب البخودوي باش تدخلو ما كانش ساهل جبناه استعملتو شخصيا على مشكل صحي كان عندي اللي هو مثلا كانت عندي جورنومات العيدة كان عندي سنوات في بروسكوبي شي ساعة في مرة درتو والحمد لله دخلت ليو تريتمون سيتي ان بيكاب مابقيتش كنعرف شي حاجة سميتها جورنومات العيدة من تما قلت لي راه نشوف هاد الخطة التسويقية واش كاين شي منفعة فيها ولا لا دونك انا غنبقى نستعمل هاد المنتجات واش غير نرجعو عندي النفع ولا لا وفعلا من جيت قلبت بانت لي رائعه صافي تكلنا على الله الحمد لله وحنا نجحنا تبارك الله راه الشركه دخلنا المغرب وتبارك الله راه ما شحال مليون كاينه في المغرب كما كنعرفوا الناس يعني انتشرت بواحد الصوره كبيره الحمد لله دونك باش ما نطولوش عليكم الاخوان عطيتكم فكره يعني على مشاكل ديال التغذيه وكيفاش كتاثر على الانسان عطيتكم الحل ديال المشكل ديال التغذيه دونك الحل ها هو كيبقى عندنا واحد السبب اللي كيأثر على الصحه ديالنا شكون الكرمه يعني المحيط بقى المورال يرتاح يعني فلوس ياك فلوس حتى هي دونك الاخ عصام ما نقدر لكم اخ عصام اخ اشرف غادي يعطيكم على الخطه التسويقيه باش نحاربوا المشكل ديال الفلوس حتى هو باش يعني باش تكون الجوانب كلها متكامله الجانب التغذي والجانب المادي باش تكون عندنا واحد الصحه سليمه ان شاء الله.